ننتقل إلى محطة أخرى من محطة الدليل المرجعي، وهي محطة كذلك لها أهميتها في عمل المربية والمربي، أنشطة الحكي. تعريف الحكاية، ما هي الحكاية؟ الحكاية مجموعة من الأحداث المركبة زمنيا أو منطقيا، يعني حكاية تكون أحداثها مركبة بشكل منطقي أو عبر فترات زمنية واضحة. تمتاز الحكاية بتركيزها على عناصر التشويق وإثارة الفضول. طبيعة الحال كل حكاية تثير فضول وتشوق الأطفال لإتمام سماعها والتفاعل معها بإيجابية واضحة. طبيعة الحال لأن القدرات التخيلية عند الأطفال في هذه المرحلة تكون واسعة وكبيرة، فالحكاية تستجيب لأحاسيس الطفل ورغباته وميله إلى فهم الأشياء ومنطق الحياة من خلال الحكي. ما أجمل الحكايات القديمة التي كانت تلعب في دور الجدات دوراً أساسياً في تنمية الجانب التخيلي والإبداعي والتصوري عند الأطفال. الأهداف التربوية للحكاية، كل حكاية عندها أهداف، وسنرى في البطاقات التقنية أننا سطرنا لكل حكاية مقررة في المجموعة التربوية مجموعة من الأهداف التي ستتعرفون عليها من خلال مشاهدة فيديوهات إلقاء الأناشيد من طرف الأطفال وكذلك الدليل المرجعي للمربي والمربية. من أهداف الحكاية توسع أفق الطفل والطفلة، توسيع أفق الطفل والطفل، تنمية التفكير والخيال، التعود على حسن الاستماع. من أهدافها أيضا تنمية مهارات التفكير والتخيل، تنمية القيم الوجدانية لدى الأطفال. ربما عندما يسمعون الحكاية قد يبكون أو قد يضحكون أو قد ينفعلون، إذن يتنمي قيم وجدانية داخل، قد يتفاعل مع أشخاص الحكاية، قد يحس بهم، يعيش معهم بسكرة تخيلية، قد يفرح بفرحهم ويغضب بغضبهم ويعيش في محيطهم بشكل تخيلي وإيهامي دائم. مساعدة على تطوير قدراته التواصلية، بطبيعة الحال عندما تكون الحكاية بين شخصين أو بثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص داخل نص الحكاية، فهو يعيش هذه الحركات أو هذه العلاقات التواصلية بوجدانه وإطراء معجم الطفل وتعويد على السماع والاستماع. إذن كل حكاية تحمل رصيداً وظيفياً ومعجماً ثابتاً ومعجماً متحركاً يطري به الطفل رصيده اللغوي ويعود على الاستماع والسماع، يستمع ويسمع. الآن ننتقل إلى منهجية تقديم الحكاية. الحكاية لها منهجية في التقديم، ونحن وضحنا في البطاقات التقنية لتقديم كل حكاية المنهجية المعتمدة في تقديمها. أولا طرح أسئلة تشويق الطفل لمضمون الحكاية، لابد أن نطرح أسئلة من منهجية كذلك تسمية الحكاية بوسائل معينة كاعتماد التشخيص الذي يساعد على تقريب المعاني، دفع الأطفال إلى تحديد زمان ومكان الحكاية، تعرف شخصية الحكاية وسماتها، تعرف أحداث الحكاية وتسلسلها الزمني، استثمار الحكاية دائما في إغناء رصيد اللغوي والتواصل. وسنشاهد فيديو لمربيات يلقون الحكاية مع أطفالهم في ركن القراءة، وسترون التفاعل الذي سيتم بينهم، وستقوم المربية بتوظيف هذه المنهجية كما تعرفنا عليها سابقا.
موقع الحكاية في المجموعة الطربوية. بطبيعة الحال أعطينا للحكاية في المجموعة أهمية قصوى، بالإضافة لقلنا اللعب والأناشيد. تم اختيار حكاية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشروعات الموضوعة في المجموعة التربوية. لم نأتي بحكايات خارجة من السياق المشروعات الموضوعة، بل هي مرتبطة ارتباطا عضويا بكل مشروع الموضوعات. ووضحنا أن كل مشروع موضوعاتي بالنسبة للمستوى 4-5 قدم حكايتين لكل مشروع. الجسم والتغذية والنظافة قدمنا حكايتين، الأسرة والبيت قدمنا حكايتين، الحي ومرافقه قدمنا حكايتين، بمجموع 6 حكايات باللغة العربية مرتبطة بالمشروعات الموضوعاتية، و6 حكايات مثلها باللغة الفرنسية مرتبطة بالمشروعات الموضوعاتية باللغة الفرنسية. تقديم كل حكاية كمدخل يمهد ويشوق الطفل والطفلة للتفاعل الإيجابي مع أنشطة المشروع الموضوعاتي. قلنا تقدم أثناء الطقوس الاعتيادية أو أثناء فترات زمنية تراها تخصصها المربية من غلافها الزمني لتقديم الحكاية قبل الشروع في دروسها. تقدم أثناء الطقوس الاعتيادية حكي أناشيد ألعاب تربوية، يعني تتناوب مع الأناشيد مرة مع الألعاب تربوية أو تجمع بينهما في كل مرة، أو تخصص غلاف زمني في 10 دقائق لتقديم الحكاية بعد الدخول القسم. وضعت بطبيعة الحال كما شرحنا بعد قليل، وضعت 12 حكاية مصاحبة لمجموعة التربوية في كتيبات مطبوعة بصور وإخراج محبب للطفل والطفلة باللغتين العربية والفرنسية. وسنسعى إلى تقديم هذه الحكايات قريبا على شكل رسوم متحركة بنفس مضامين الحكاية، ستكون مشوقة على شكل رسوم متحركة نوظف فيها مضامين هذه الحكاية وأهداف الحكاية. يتفاعل لأن الأطفال يتفاعل مع المرئي بشكل كبير وواضح. ننتقل إذن إلى نماذج من الحكايات حسب مكونات المشاريع الموضوعاتية. يختار من المربي ما يناسب مشروع الموضوعات. عندما تكون المربية تشتغل على مشروع موضوعاتي يجب أن تأخذ الحكايات المنسجمة مع مشروع موضوعاتي وليس غير. مثلا ونحن بينا بشكل واضح في كل من الدليل المرجعي أو في كل من البطاقات التقنية لتقديم الحكاية هذا التفصيل وهذا التمييز بين كل مشروع موضوعات. مثلا المشروع الموضوعات الثاني القرية والمدينة، المستوى الثاني 5-6 سنوات، الحكاية جاد وأصدقائه. يستيقظ جاد كل صباح على صياح الديك كيكوكو، يتناول فطور السعيد للذهاب للمدرسة التقى في الدوار المجاور. إذن مضامين وأحداث وزمان ومكان الحكاية منسجمة مع مشروع الموضوعات القرية والمدينة. وسنستمع على الحكاية على ملقات من طرف مربيات بصوت جميل ورائع وواضح. فيديو الحكاية، والآن سنرى فيديو الحكاية. مرحليا سنستمع للحكاية بصور ومضامينها على أساس أننا في القريب العاجل سنقدمها على شكل رسوم متحركة. فيديو الحكاية. المشروع الموضوعاتي الثاني، القرية والمدينة، المستوى الثاني 5-6 سنوات، الحكاية الأولى جاد وأصدقاؤه. يستيقظ جاد كل صباح على صياح الديك كوكو، يتناول فطوره
ويستعد للذهاب إلى المدرسة التي تقع في الدوار المجاور، فيأخذ معه قطعة خبز محشو بزيت الزيتون. وما هي إلا لحظات حتى سمع جاد صوت منبه حافلة المدرسة، فأسرع وحمل محفظته، سلم على والديه وركب الحافلة التي تجمعه بأصدقائه، فيتبادلون التحايا والأخبار. وقد أخبر جاد أصدقاءه بأنه ساعد والده في جني الزيتون وما تطلبه ذلك من مجهود كبير ودقة وحذر. سألت سلوى جاد: هل تعرف كيف نحصل على زيت الزيتون يا جاد؟ أجاب جاد وهو معتز بنفسه: نعم يا سلوى، فقد رافقت أبي إلى معصرة الزيتون الموجودة على الضفة الأخرى من النهر، فرأيت رحى عملاقة مصنوعة من الحجر دور بواسطة بغل قوي، فتقوم الرحى بدهس الزيتون عدة مرات ليتحول إلى زيت. شكر الجميع جاد. توقفت الحافلة، فانطلق الأصدقاء إلى مقاعد الدراسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظرا لأهمية التعليم بالأركان، يسعد المجموعة التربوية مفاتيح النجاح أن تقدم لكم نموذجا لركن القراءة من خلال حكايتنا لهذا اليوم، وهي حكاية الأقلام السعيدة التي تندرج ضمن المشروع الموضوعات المدرسة والأصدقاء، المجال التعلمي تنمية الذوق الفني والجمالي، المكون الفرعي، أدوات المدرسية أو الأدوات المدرسية، ونتمنى أن نوفق في تقديمه بإذن الله. إذن أطفالي، ستكون حكايتنا لهذا اليوم حكاية جميلة جدا، وهي حكاية الأقلام السعيدة. الأقلام السعيدة. لاحظوا أطفالي معي هذه الصورة، لاحظوا معي فرح هذه الصورة. إذن هذه طفلة، هذه طفلة تنجز واجباتها، تنجز واجباتها باستعمالها مجموعة من الأدوات المدرسية. إذن من يسمي لي الأدوات المدرسية التي تستعملها هذه الطفلة؟ إذن ما هذه فرح؟ ممحات، نعم. هذه نور، تفضلي نور. هذه مبرات أو منجرة. ما هذه مروة؟ لاحظي، هذه أقلام ملونة، نعم. ما هذا سعد؟ قلم الرصاص، نعم، قلم الرصاص. إذن كيف تبدو هذه الأدوات المدرسية؟ هل تبدو سعيدة؟ هذه الأدوات المدرسية تشعر بالسعادة لأن هذه الطفلة ستستعملها خلال إنجازها لأنشطتها المنزلية. إذن أطفالي، تفضلوا معي لنتعرف على بطلة حكايتنا لهذا اليوم، وهي هذه الطفلة التي ستستعمل أقلام، ستكون في غاية السعادة لأن هذه الأقلام سوف تنجز مع هذه الطفلة واجباتها.
إذا أطفالي نستمتع بهذه الحكاية معا وسأقرأها لكم. إذا عنوان حكايتنا لهذا اليوم وهي الأقلام السعيدة. الأقلام السعيدة. إذا الطفلة التي تعرفنا عليها في الصورة تدعى أمية. تدعى أمية. نعم، اشترت أمية قلم رصاص جديد من المكتبة ووضعته فوق المكتب وخرجت من غرفتها لتحضر أوراق الرسم البيضاء. شعر قلم الرصاص بالخوف وأراد الاختباء وسط أحد الكتب، لكن الأقلام الملونة صاحت: لماذا تريد الاختباء وأمية تحتاجك لترسم بهلوانا؟ قال قلم الرصاص: كنت مرتاحا في المكتبة مع أصدقاء الأقلام، والآن أنا هنا بين هذه الأدوات الغريبة عني. قالت الأقلام: نحن أيضا كنا في المكتبة، لكن صديقتنا أمية أحضرتنا إلى هنا، فتعرفنا على المنجرة. لاحظوا المنجرة. فتعرفنا على المنجرة والممحاة، هذه الممحاة، وأقلام اللبد والمسطرة وكل الأدوات المدرسية، وأمية تحبنا كثيرا. قال قلم الرصاص: أنتم أقلام ملونة والجميع يحبكم. قالت الأقلام: أنت أيضا يحبك الجميع، فالممحاة تبحث عنك باستمرار وهي رفيقتك، وأمية طفلة تحب الرسم بقلم الرصاص، ونحن أيضا أصدقاؤك وسنساعدك. فرح قلم الرصاص حين سمع كلام الأقلام. دخلت أمية الغرفة، أخذت قلم الرصاص ورسمت بهلوانا جميلا لونته بالأقلام الملونة، وكان الجميع سعيدا بعمله. وكان الجميع سعيدا بعمله. هل استمتعتم بحكايتنا لهذا اليوم؟ نعم. إذن ما اسم بطلتنا أو بطلة الحكاية؟ أمية. نعم نور، أحسنتي. فرح اسم بطلتنا هو أمية. مروة أمية. نعم، هذه الطفلة تدعى أمية. أحسنتم، هذه الطفلة تدعى أمية. ماذا اشترت من المكتبة؟ نور اشترت قلما جديدا. قلما جديدا، قلم رصاص جديد. فيما أرادت استعمال هذا القلم؟ نعم فرح، أرادت أن ترسم بهلوانا. أرادت أن ترسم بهلوانا. وهذا القلم ماذا حصل له؟ لقد خاف. نعم لقد خاف. بماذا شجعته الأقلام الأخرى؟ ماذا قالت له؟ قالت له، شجعته أنه يجب عليه أن يكون فرحا لأنه سيشتغل مع الطفلة أمية في إنجاز واجباتها، وشجعته وساندته جميع الأدوات المدرسية الأخرى، فتغلب على خوفه وساعد أمية في إنجاز رسمها لتنجز في النهاية بهلوانا جميلا ملونا بألوانه الجميلة. وتضامنت جميع الأدوات المدرسية وفرحوا جميعا مع الطفلة أمية. أحسنتم أطفالي، كانت قصة مشوقة وممتعة، تعرفنا من خلالها على فائدة أدوات المدرسية. أحسنتم أطفالي، وشكرا على حسن إصغائكم.
Conte numéro 1, un dimanche en famille. Nous venons de prendre le Nous allons partir. Tu n'as pas encore fait tes devoirs. Ah, c'est agréable d'être en famille. Mais dimanche, ça passe vite, dit Jeannette. Conte numéro 2. La maladie de Lola. C'est midi.